صورة من صور الترابط الاجتماعي تظهر في هذا العرس الجماعي لعدد 34 عريساً وعروس في عزلة الصنة بمديرية المعافر جنوبي تعز. وتقام هذه الأعراس الجماعية بجهود ذاتية من أبناء المنطقة للسنة الخامسة على التوالي كتقليد اجتماعي، الهدف الأساسي منه التخفيف من تكاليف الأعراس الفردية ومساعدة الشباب على إكمال نصف دينهم. اليوم نحتفل بالعرس الجماعي الشامل خمسة، العرس الذي يجسد تلاحم وتكافل أبناء الصنة، وهو شيء أساسي في فترتنا الحالية، خاصة في فترتنا الحالية لما يعانيه الوطن من ظروف. بالتالي الأعراس الجماعية تخفف على العرسان أعباء وتكاليف الأعراس. اليوم الصنة تحتفل بعرسها الجماعي الخامس، وهي موحدة دائما لهذا البلد الواحد، فنحن لا نريد التفرق والذهاب إلى أماكن متباعدة لا نستطيع الوصول إليها جميعا في وقت واحد، لذلك فضلت هذه المنطقة الموحدة أن تحتفل في مكان واحد بأبنائها دفعة واحدة وبقلبها الموحد، حفاظا على استمرار الألفة بين أفراد المجتمع. يعد هذا العرس أيضا تظاهرة اجتماعية ودعوة مفتوحة للفرح تشمل أبناء المنطقة والمناطق الأخرى الذين يحرصون على الحضور لتهنئة العرسان ومشاركة أبناء المنطقة أفراحهم. إنما نشاهد من تلاحم وترابط الأسر المجتمعية في منطقة الصنة إنما يدل على التوحد والترابط الأسري في هذه المنطقة، ونتمنى من جميع المناطق الاحتفاء بمنطقة الصنة بالأعراس الجماعية لتم تسهيل والزواج للشباب. العرس الجماعي ظاهرة اجتماعية رائعة تعمل على ترابط المجتمع وتكاتفه وتساعد على تكاليف العرس الفردية وتعمل على ترابط المجتمع وتنمية المجتمع، ونتمنى أن يستمر هذا العرس الاجتماعي الجماعي الرائع دائما وأبدا في منطقة الصنة الرائدة. عرس الجماعي الخامس لأبناء منطقة الصنة التعاونية، والذي يلم شمل الشباب والذي نراه الحل الأمثل في الأعراس الجماعية نظرا للظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد، فالأعراس الجماعية تلم شمل الجميع وتوفر كثير من الخدمات وكثير من الخسائر التي كانت تنفذ أو تحصل في الأعراس الفردية. مع العرس الجماعي الشامل أصبح الزواج أسهل، والشباب كل الشباب قادرين على العرس، فكل الشكر والتقدير للقائمين على هذا العمل العظيم. رغم المعوقات الكثيرة والظروف الراهنة إلا أن أبناء عزلة الصنة يصرون على رسم أنموذج جميل للتكاتف والترابط الاجتماعي والتشارك في صنع الفرح والسرور.